رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الحوثيين يهددون باستهداف الملاحة في البحر الأحمر. الحدث تلتقي 6 أقباط اختطفوا في ليبيا ويكشفون أن الميليشيات نقلتهم أكثر من مرة خلال الأسر. اتحاد الشغل التونسي خلال احتجاجات نقابية يؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر ويرفض أي تدخلات أجنبية. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأها مما نقله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن التهديدات الحوثية إلى مؤتمر ميونخ الأمني الدولي. رشاد العليمي قال إن الحكومة اليمنية ترفض إملاءات ميليشيات الحوثي وفرض معتقداتهم كما تفعل طالبان في أفغانستان. نحن لا نعارض مشاركتهم كحزب سياسي في الحكومة، لكن من دون أن يملوا علينا وعلى الشعب اليمني أي مشروع إيراني أو فرض معتقدهم، وما يفعلونه تماما كما تفعل طالبان في أفغانستان. العليمي قال إن الحكومة اليمنية تحتاج من المجتمع الدولي دعم اقتصادي وأمني وعسكري، أي دعم مستدام للنمو الاقتصادي كي تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات للمواطنين. أعتقد أننا بحاجة إلى أمرين من المجتمع الدولي لدعم الحكومة ومجلس الرئاسة بسبب الوضع الاقتصادي، خاصة بعد قصف ميليشيات الحوثي لحضرموت ووقف تصدير النفط، وهذا الأمر أدى إلى تأخير الرواتب والرواتب التقاعدية، وهذا أمر لا تستطيع الحكومة القيام به. لدينا مشكلات كبيرة، ونحن لسنا بحاجة إلى الدعم الإنساني فقط، بل دعم مستدام للنمو الاقتصادي كي نتمكن من تقديم الخدمات. مستشار محافظ تعز وعضو الوفد الحكومي المفاوض اتهم الحوثيين بأنهم لا يسعون إلى السلام لأنهم أداة من أدوات إيران لتحقيق توسعها في المنطقة. مشروع الحوثي واضح المعالم، من يتصور أنه سيسعى إلى السلام فهو واهم. الحوثي وسيلة من وسائل إيران للضغط لتحقيق ما يسمى إمبراطورية إيران الكبرى في العالم العربي، وعلى كل العرب أينما كانوا أن يعلموا أن لا سلام مع هذه الفئة إلا عندما تنكسر، إلا عندما تهزم، لأن هؤلاء الناس لا ينفذوا مشاريع يمنية، إنما هي مشاريع إيرانية بحتة، وعليهم بالفعل، والأمر صادر إليهم من قم، حتى مش من طهران. لذا على كل اليمنيين أن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية ليدافعوا عن وطنهم، حتى يشعر هذا التيار الغريب في اليمن بأنه ليس له وجود أو لن يستطيع أن يحكم اليمن سواء بقوة السلاح أو بالسلام. نحن مع السلام، نحن مع السلام، مع السلام، لكن لسنا مع الاستسلام. من القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني الأستاذ محمود الطاهر. أستاذ محمود أهلا بك. هل يمكن أن تتحقق ما يريده دكتور رشاد العليمي بأنه يريد تنمية دائمة ومستدامة بالنسبة من المجتمع الدولي، هل يحققون له ذلك حتى على المستوى الاقتصادي؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. مطالب الحكومة اليمنية في الوقت الحالي هي مطالب مشروعة. مسألة الاستجابة هي تعتمد على قوة الحراك الدبلوماسي للحكومة اليمنية والمجلس القيادة الرئاسي، وكذلك ضغط من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أو التوسط، لكون الآن أعتقد بأنه خلال الفترة الأخيرة وخلال الهدنة ربما قد ينقسم العالم حول كيفية يمكن دعم التعاطي مع الأزمة اليمنية. هل هناك قوة موجودة على الأرض يتم التعامل معها وفق منطق السيطرة على الأرض، أم يتم التعامل مع الحكومة المعترف بها، خصوصا وأن هناك حراك حوثي ودبلوماسي وكذلك إيراني،
وداعمي الميليشيات الحوثية في كل مكان، على اعتبار حتى التسريبات الأخيرة التي تتحدث عن تفاوضات هنا هناك بين ميليشيات الحوثية والمملكة العربية السعودية كلها تشير إلى هذا، يعني تستهدف هذا التوجه الانقسام الدولي بين الدعم الحكومي والتعاطي الإيجابي مع الميليشيات الحوثية. الميليشيات الحوثية عندما تثير مثل هذه الشائعات هي هدفها الوصول إلى الانقسام الدولي، وبالتالي أعتقد بأن هناك سيكون تلكؤ قليلا من المجتمع الدولي ما لم يكن هناك ضغط على يعني تحرك دبلوماسي قوي من الحكومة اليمنية أو المجلس القيادة الرئاسي لأهمية استمرار تواجد الحكومة على في الساحة الدولية. الحديث عن خطورة الميليشيات الحوثية، هناك لابد أن يتم تنشيط الإعلام اليمني الذي تراجع خلال الفترة الماضية تماما مقابل صعود الإعلام الحوثي والإيراني ضد المنطقة العربية بشكل كامل. فيما يخص حديث الرئيس رشاد العليمي حول منع السلام أو لا يمكن أن يكون هناك سلام في اليمن فيما ما لم يكن هناك ضغطا على الميليشيات الحوثية وإيران، أعتقد بأن كان رد الميليشيات الحوثية أو زعيم الميليشيات الحوثية يوم أمس حينما في ذكرى مصرع شقيقه عندما قال إنه لا يوجد هناك هدنة ولن تكون الهدنة إلى يعني طويلة الأمد وأنهم في حالة حرب، أي بمعنى أن الميليشيات الحوثية تستعد أو تعد لهذه الحرب وهي ترفض أن يكون هناك سلام، وتؤكد حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن بالفعل لا سلام في ظل وجود الميليشيات الحوثية وفي ظل وجود واستمرار الدعم الإيراني. الميليشيات الحوثية يا أستاذ محمود رجعت الفترة الماضية أو خلال اليومين الماضيين حفرت قنوات يعني مائية أو فتحت قنوات مائية استعدادا للحرب على الشريط الساحلي للبحر الأحمر في محافظة الحديدة، بمعنى أنها تعد عدة كبيرة لحرب قادمة كبيرة. وهذه الهدنة التي تستمر أو المجتمع الدولي الذي يحاول أن يمدد الهدنة أو يحاول أن يفرض هدنة في ضغط من طرف على طرف واحد من قبل الحكومة اليمنية أو على التحالف العربي هو يساهم في مساعدة الميليشيات الحوثية أولا في الاستعداد للحرب، وثانيا لاستخدام الأسلحة من إيران. وأنت تعرف وهناك الكثير من الإعلام نقل خلال الفترة الماضية إحباط القوات الفرنسية يعني تهريب أسلحة إلى الميليشيات الحوثية أو كذلك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أحبطوا العديد من تهريب السلاح إلى الميليشيات الحوثية. أيضا هناك تهريب أيضا جاء عن طريق شبوة إلى الميليشيات الحوثية، بمعنى الإيران لن تكل ولن تمل في عملية يعني دعم الميليشيات الحوثية في الأسلحة وفي المخدرات. بمعنى حديث الرئيس رشاد العليمي هو كان حديثا ذات جدية وهو يعرف ما يقول، وأن لا سلام مع الميليشيات الحوثية. أما مسألة الدعم كما قلنا فأنا أعتقد أن هناك سيكون تلكؤ ما عدا الدعم الخليجي الذي سيكون أو الدعم التحالف العربي للحكومة اليمنية. وأتمنى كمنتدى دولي أستاذ محمود، يعني كمنتدى دولي في مؤتمر ميونخ للأمن إلى أي حد يمكن أن يكون مناسبة جيدة لتسويق الملف اليمني أو إعادة تسويقه أوروبيا مرة أخرى؟ نعم هي مناسبة، لكن نعلم أن العالم الآن منشغل بالحرب الأوكرانية الروسية، كل ما يهمه هو الحرب الأوكرانية الروسية لأنها تسببت في أزمة اقتصادية عالمية، بالتالي الأزمات الأخرى في المنطقة هي هامشية، يعني ربما قد تكون هامشية، لكن الحديث والإصرار والعمل الدبلوماسي واكتساب الصداقات أكثر وتمتين الصداقات أكثر هو ما يهم في الوقت الحالي. نحن نثق بمجلس القيادة الرئاسي وعليه أن يتحرك جديا على المستوى العربي على المستوى الدولي والمستوى العربي، وأن تكون الانطلاقة كما هي الآن انطلاقة من داخل اليمن، انطلاقة من داخل العاصمة المؤقتة، وهذا مهم جدا أن تنطلق من داخل اليمن خيرا من أن تنطلق مثلا من يعني إقامة مؤقتة
العالم الآن ينظر إلى من هو يسيطر أو من هو متواجد على الأرض، ومسألة أن تنطلق من مثلا عاصمة مؤقتة أو من داخل اليمن، هذه مهمة حتى تغير النظرة الدولية للحكومة اليمنية، بدلا أن تسميها حكومة المنفى تسميها الحكومة المعترف بها أو الحكومة الشرعية من داخل الوطن. وهذا أهم ما يجب فيه الحديث فيه مثل هذه المنتديات أو تسويق القضية اليمنية من داخل اليمن وفي هذه المنتديات، بأن القيادة يعني تتعايش مع الشعب اليمني، تدرك ما يحتاجه، تتحدث عن الحصار الخانق للميليشيات الحوثية، تتحدث عن العمل الإرهابي التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، عن محاولة تغذية النشء والشباب بالعمل الإرهابي بالأفكار الطائفية الإرهابي من اليمن، تتحدث من اليمن وتروج لهذه في مثل هذه المنتديات المهمة. شكرا أستاذ محمود طاهر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. نائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر في ألمانيا قالت خلال مؤتمر ميونخ إن الطريقة الوحيدة لوقف التهديد أن تصبح إيران دولة نووية هو التخلص من النظام. وأضافت النائبة الألمانية في جلسة خلال المؤتمر أن دول الخليج تحذر الغرب منذ سنوات وتدعو إلى ضرورة التحضير لخطة بديلة للتعامل مع إيران، مشيرة إلى أن المفاوضات لإعادة العمل بالاتفاق النووي لا يمكن أن تستأنف ما دام النظام يقتل شعبه على حد تعبيرها. صحيفة نيويورك تايمز كشفت عن قرب وصول مقاتلات روسية متطورة لقاعدة جوية إيرانية، إذ رصدت الصحيفة مجسما يشبه مقاتلات سوخوي 35 الروسية بالقرب من قاعدة نصر 44، القاعدة العسكرية التي شيدتها إيران تحت الأرض. وأضافت الصحيفة أن الصور ربما تشير إلى أن إيران تحاول استخدام مجسم بأبعاد المقاتلة الروسية للتأكد من إمكانية مرورها داخل الأنفاق الموجودة تحت الأرض وتمركزها في القاعدة الجديدة. وبينما لم تؤكد روسيا الاتفاق إلا أن التفاصيل الواردة في مقاطع الفيديو وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أن إيران تجري على الأقل الاستعدادات للوصول للطائرات، كما لفت مسؤولون مطلعون على أن الأمر للصحيفة أن عملية التسليم ستحدث في وقت لاحق من هذا العام، وستكون هذه أهم ترقية في البلاد لأسطول طائراتها المقاتلة المتقادمة منذ عقود.
في هذه الأثناء أقر الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة تجارية إسرائيلية بطائرة إيرانية مسيرة في الخليج العربي يوم الجمعة. وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري قالت إن الهجوم تم باستخدام طائرة شاهد 136 المسيرة الانتحارية، واستهدف سفينة تجارية تابعة لرجل أعمال إسرائيلي. فيما أكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الحرس الثوري الإيراني نفذ الهجوم على السفينة الإسرائيلية، وكانت مصادر الحدث أكدت أن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب في العاشر من الشهر الجاري. من جانبها قالت شركة أمن بحري بريطانية إن أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب، مرجحة أن تكون إيران هي التي شنت الهجوم مستخدمة طائرات مسيرة، فيما لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. وأكدت الشركة البريطانية أن اثنتين من السفن الثلاثة تملكهما إسرائيل. بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه: الحدث تلتقي المصريين الأقباط المحررين مؤخرا في ليبيا. حركة النهضة للتظاهر اليوم لإحياء ذكرى سقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. ما هي المعايير التي على أساسها أعطت وزارة الداخلية تراخيص للتظاهرات دون سواها؟ قوات الأمن ستكون موجودة لأن هناك أطراف غايتها بث الفوضى، غايتها افتعال الأزمات. هل نتحدث عن شكل مختلف لهذه التحركات؟ كيف تبدو هذه الدعوات بالنسبة للأحزاب السياسية؟ ما الذي يحضر لها اتحاد الشغل؟ هذا من الناس اللي قاعدة تدمر الدولة الليبية، والخونة والعملاء ما عندهم مشاكل في ليبيا. أكثر من تحرك احتجاجي، أكثر من مظاهرة هنا في شارع الحبيب بورقيبة. للأسف يعني الاتحاد كما قلت لك حاد عن دوره. يعني إلى ماذا تشير؟ هل هو يحرك من جهة ما مثلا؟ حالة من الاحتقان، احتقان دون قدرة على الحسم. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات في كل جزء من العالم. فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. التقت الحدث المختطفين المصريين الأقباط الذين حرروا مؤخراً في ليبيا. الستة الذين أطلق سراحهم مؤخرا رووا تفاصيل صادمة عن اختطافهم، حيث قالوا إنهم وضعوا خلال الخطف في غرفة واحدة كانت هي كل شيء. وأضافوا أنهم عمال جاءوا إلى ليبيا من أجل الرزق ومساعدة أسرهم وليس لأي شيء آخر، مضيفين أنهم تركوا وراءهم أهلا كبار في السن وأطفال. احنا راكبين الطيران من يوم 3/2، طيران برج العرب بنغازي، وصلنا عدينا على طرابلس، وصلنا طرابلس يوم 4/2،
ركبنا عربية عدينا بها على البوابات، تشدينا من بوابة، مشينا تاني قدام، تشدينا بعد كده الميليشيات خدتنا عصابة، حجزتنا عنديها، قعدنا حوالي 15 يوم مشدودين. طلبوا علينا فدية، خلونا بعد 4 أيام نتكلموا في التليفون، كلمنا أهليني طالبين علينا فدية 15,000 دينار على الواحد. طبعا قلنا له الفلوس دي هلبة، احنا ما نقدرش يعني نوفر الفلوس دي او نجمعوها. قال لازم 15,000. سابونا يوم، كل ما نكلم اهالينا يقول المبلغ كبير مش هنقدر نجمعوه. كانت بيعملونا معاملة صعبة قوي. الحمام من داخل الأوضة اللي كنا ننامو فيه، وكانوا بيعملونا بقسوة وتحت تهديد السلاح. كنت بفكر بأمي وأهل أسرتي، معايا أطفالي صغيرين، أمي ست كبيرة عيونها بالهون شوي تعبانة. جيت في ليبيا عشان أشتغل وأصرف على مرتي وأمي وأصرف عليهم يعني عشان محتاج يعني. نحن ناس صناعية جايين نخدم بإيديني، فيطلبوا منا نحن فلوس، رمونا في سجون لا أكل لا شرب لا حياة قاسية ألم. من القاهرة نائب رئيس تحرير موقع بوابة إفريقيا الإخبارية الأستاذ حسين مفتاح. أستاذ حسين أهلا بك. يعني من خلال متابعتك لهذه الحادثة، ما الذي تكشف لك يعني؟ مساء الخير أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. ما نقله مراسل الحدث من طرابلس وما فيه من شهادات لهؤلاء مجموعة العمال الذين وقعوا ضحية شبكة من شبكات الاتجار بالبشر على ما يبدو، والهجرة غير الشرعية، وفقا للبيانات الرسمية التي صدرت سواء كان عن وزارة الخارجية المصرية أو حتى البيانات الشفهية عن السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، يبدو أن هؤلاء العمال الستة تجاوزوا القانون بالدرجة الأولى. لابد أن نشير إلى كل تفاصيل الخلل في تورط هؤلاء أو القبض على هؤلاء أو خطف هؤلاء، لا نستطيع حتى توصيف الحالة بشكل دقيق، هل هو خطف قبض ضبط، ضبط إذا كان بشكل رسمي، وباعتبار أن هؤلاء وصلوا من مدينة الإسكندرية إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد وفقا لاتفاقية موقعة بين وزارتي العمل بين البلدين ليبيا ومصر، تشترط على هؤلاء البقاء في منطقة شرق البلاد، أي لا يتجاوزوا شرق غرب مدينة سرت. فمجرد وصولهم إلى مدينة طرابلس هم تجاوزوا هذا الشرط الأساسي في بقائهم في المنطقة الشرقية من البلاد. ولكن على كل هذا ليس مبررا على أن يتم القبض عليهم بهذه الطريقة وأن يعاملوا بهذه المعاملة، وأن يعني قبض إذا كانت جهة رسمية، خطف إذا كانت ميليشيا أو عصابة، يعني ما تكشف لك يعني؟ نعم أستاذ محمود فعلا أعتقد أن ما تم هو عبارة عن خطف، أقرب إلى الخطف، نستطيع أن نقول خطف. كما أشرت لك في البداية هناك إشكالية حتى في التوصيف، أي المصطلحات أدق للتعبير عن هذه الحالة، ولكن في كل الأحوال طريقة المعاملة ومكان الاعتقال حسب الشهادات على أقل تقدير يدل على أن العملية عملية خطف ومن جهة غير رسمية، لأنه إذا كان عملية قبض عن طريق جهة رسمية كان قد تم الإعلان عن ذلك عبر الوسائل الرسمية، باعتبار أن السفارة الليبية موجودة في السفارة المصرية موجودة في العاصمة طرابلس، وتواصلت مع السلطات الموجودة في غرب البلاد المتمثلة في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية التي وقعت الحادثة في مناطق سيطرتها. فأعتقد أستاذ محمود أن هؤلاء وقعوا ضحية شبكة من شبكات
الاتجار بالبشر. حتى الفدية التي طلبت هي ليست فدية، أعتقد أنه مقابل المقابل المالي الذي تطلبه مثل هذه الشبكات دائما في حدود من 2500 إلى 3000 دولار، المبلغ الذي ذكره أحد الضحايا هؤلاء تحدث عن 15000 دينار ريبي أي 3000 دولار. أعتقد أن هذه المبالغ هي التي تدفع لشبكات الهجرة غير الشرعية. أعتقد أن هؤلاء وقعوا ضحية أولا خلل أمني من السلطات الموجودة في غرب البلاد، ثانيا الوقوع في براثن عصابة التجار بالبشر والهجرة غير شرعية. هذه الرؤية المبدئية. أنت تستبعد العمل المسيس؟ يعني هل تستبعد العمل المسيس؟ يعني هل ممكن القول أن هناك ميليشيات مناوئة للدور المصري في ليبيا يمكن أن تكون قد أقدمت على هذه الخطوة بغرض ضغط سياسي على الدولة المصرية مثلا؟ طبعا هذا احتمال وارد، لا يوجد أدلة إلى حد الآن ولا مؤشرات تؤكد هذه الفرضية، ولكن بالتأكيد هذه فرضية واردة. لابد أن نشير هنا ما دمنا نتحدث عن الشق السياسي أو تسييس الحالة، من تمكن من إطلاق سراحهم أو الإفراج عنهم أو افتكاكهم من أيدي هذه العصابة هو عضو مجلس النواب الليبي المسؤول عن مكافحة، رئيس لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مجلس النواب الليبي علي أبو زريبة، وهو بالمناسبة شقيق وزير الداخلية في حكومة فتحي بشاغة المكلفة من مجلس النواب. هذه الحكومة إذا ربطنا هذه المعطيات بعضها ببعض قد يكون هذا الدور قامت به حكومة فتحي بشاغة المناوية أو المتصارعة مع حكومة عبد الحميد البيب الموجودة في غرب البلاد، ولكن لا أعتقد أن المؤشرات كافية الآن لوضع هذا الموضوع في التسييس. أيضا قد لا نستطيع استبعاد جانب آخر وهو ما بث الرعب هنا في القاهرة في أهالي الشباب العمال الستة، وهو تزامن هذه الحادثة مع الذكرى الثامنة لتصفية 21 قبطي في سنة 2015 في مدينة سرت تحت عندما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش. نعم. وهو ما بث حالة رعب وجعل حالة الترقب محفوفة والستة أقباط يا سيدي مصيرهم مصير مشابه خاصة أن الستة هؤلاء هم أيضا من أخوة الأقباط وليسوا مسلمين. نعم. كل المؤشرات تجعل الرؤية غير واضحة، ولكن نعم. أعتقد أن الأمور ليست سياسية ولا طائفية. أشكرك أستاذ حسين مفتاح، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين. تشهد تونس سلسلة تحركات احتجاجية نتيجة تدهور الأوضاع ورفضا للملاحقة القضائية لعدد من النقابيين. الناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري نفى محاولة التصادم مع السلطة، بل أعلن السعي للحوار والخروج من الأزمة الراهنة، محذرا من خطر التوتر الاجتماعي في حال التراجع عن الزيادات في أجور القطاع العام. اتحاد الشغل قال إن السيادة الوطنية خط أحمر، رافضا أي تدخلات أجنبية، معتبرا أن الحوار أفضل الطرق لتجاوز العقبات. وأثبت الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو قدرته على إغلاق الاقتصاد بالإضرابات. زاد الجوع زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع يا مواطن يا مقموع Thank you.
الاتحاد حر لنا من تونس الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ جمال العرفاوي. أستاذ جمال أهلا بك، أين العلة أستاذ جمال ما بين الاتحاد العام للشغل والحكومة؟ يعني سامي الطاهر يقول مصرين على الحوار مع الحكومة، وكأن الكرة في ملعب الحكومة هي التي ترفض الحوار بين الاتحاد العام للشغل وما بين المؤسسات الحكومية. بالفعل الحوار مقطوع ربما بين الاتحاد العام للشغل والحكومة التونسية، حتى أن الحكومة التونسية بادرت ما بين معقفين باستفزاز الاتحاد العام للشغل عبر محاكمات تتجري على مجموعة من النقابيين من أجل العمل النقابي، وهذا جديد من نوعه، خاصة من تونس موقع على الاتفاقيات الدولية وحتى المحلية أيضا حول حرية العمل النقابي وحرية الإضراب. لكن إلى حد الآن يبدو أن القطيعة الهوى بدأت ما زالت تتسع بين الطرفين. الاتحاد العام للشغل الأسبوع الماضي أصدر بيانا حول تنصل الحكومة من اتفاقيات الزيادة في أجور القطاع العام، وهذا أمر خطير للغاية. كما تعلم القطاع العام تقريبا هناك أكثر من 650 ألف موظف وموظفة في هذا القطاع، وبالتالي فإن ربما سنشهد خلال الأسابيع أو الأيام القادمة تقريبا إضرابات أو تحركات للمطالبة بهذه تفعيل هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة. هناك مسألة أخرى، ولابد قبل كل شيء أن نوضح أن هذه التحركات التي انطلقت اليوم في 9 محافظات تم التخطيط لها والبرمجة لها منذ يوم 3 فيفري الجاري، أي قبل الحملة التي شهدتها البلاد السبت الماضي، حملة الإيقافات التي طالت العديد من رجالات السياسة ورجل الأعمال وصاحب إذاعة. وبالتالي فإن لا علاقة لتحركات الاتحاد العام للشغل اليوم بما يحدث بما انطلق الأسبوع الماضي. اعتقال مدير أعتقد وأنه هل في اعتقال مدير إذاعة مدير إذاعة يمكن يكون له دور في يعني تسخين الشارع شوية؟ لا أعتقد، لأنه العملية انطلقت، الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد العام للشغل اتخذت قرار هذه التحركات قبل إيقاف صاحب الإذاعة، وبالتالي التحركات الاتحاد العام للشغل هي تحركات أعتقد اجتماعية نقابية خاصة للمطالبة بالحق النقابي. السيد سامي الطاهري تحدث بكل وضوح، قال السلطة تريد جرنا إلى المواجهة ونحن لن نذهب إلى هذه المواجهة. لكنه يواجه، فإنه التحركات هذا لكنه نعم. يواجه يعني، والدليل على ذلك ما يحدث في المحافظات 8 أو 9 محافظات من إضرابات وتحركات في الشارع، يعني المواجهة قائمة فعلا. يعني كونه يقول ليست هناك مواجهة لا تعني أنه لا يواجه، يعني مواجهة سلمية، مواجهة المطالبة بحق الحق النقابي. وبالتالي فإنه هذا ضمن القانون ما يسمح به القانون التونسي، أبلغ جميع الجهات الرسمية بهذه التحركات قبل نحو تقريب أسبوعين. والقانون التونسي يسمح للجمعيات أو المنظمات أو الأحزاب بالخروج إلى الشارع، لكن وفقا للقانون المنظم لهذه التحركات. حق التظاهر يعني مضمون ومصون. لكن في سؤال أستاذ جمال بالنسبة للحكومة، الحكومة تقول أنا الاقتصاد ليس لدي ما أعطيه للعمال، لو كان في الخزينة مال أعطيت العمال وأرضيتهم يعني. فالحكومة في أزمة في حد ذاتها، في ظل هذه الأزمة الموجودة في تفريغ أو فراغ الخزينة التونسية وما يريده العمال، أين يمكن أن يكون هناك حل يعني؟
بالفعل كلام معقول منطقيا معقول، لكن كان على الحكومة ألا توقع على هذه الاتفاقية. الاتحاد اليوم طالب الحكومة بالالتزام بتعهداتها، لأن الاتحاد العام تونسي الشغل يرى وأن المقدرة الشرائية لمنظوريه تدهورت بشكل كبير ودخل في مفاوضات، والحكومة عندما دخلت في مفاوضات وطرحت هذه زيادة تعرف ماذا تفعل وتعرف ماذا في الخزينة، وبالتالي فإنه الكرة في ملعب الحكومة لأنها تراجعت عن هذه الاتفاقيات، وليس الاتحاد دعم الشغل الذي قبل بهذه الاتفاقيات عن مضض لأنها لا تلبي حاجيات الشغالين، لأنه المقدرة الشرائية نهارت بشكل كبير جدا. فالاتحاد دعم الشغل مسك العصا من الوسط، إرضاء معناتها إرضاء المنظوري وإرضاء وتفهم الوضعية التي تمر بها البلاد. كان على الحكومة أن لا توقع على هذه الاتفاقية، نعم. فهي حكومة وهي مسؤولة أمام نعم. أنا أشكرك أستاذ جمال العرفاوي الإعلامي والمحلل السياسي. أستاذ جمال شكرا جزيلا لك. بعد الفصل إلى عنوان جديد وفيه: إخراج 3 سوريين من تحت أنقاض مبنى في هاتاي بعد 13 يوم من الزلزال. أنا يكنتي وراي حتى في خانة. زاحموا الأموات في مساكنهم. بيبقوا هنا يبيعوا المخدرات على باب دار، بقدرش أطلع أتكلم يا راجل. فقر وحصار، حروب متتالية وانقسامات داخلية. نحن نتحدث عن 2,300,000 نسمة تعيش في 360 كيلومتر مربع. قولوا للناس احنا في النهار بنخاف نلف حوالين هذه البرية، كيف انت بتنام فيها في الليل؟ من المسؤول عن أزماتهم وكيف سيكون المستقبل لأطفالهم؟ لا يوجد قطع أرض متسعة لسكان قطاع غزة في المستقبل القريب. يعني أنا بحكي بشكل واضح أن المواطن الفلسطيني يدفع فاتورة هذا المقسم. تحقيق خاص عن سكان المقابر في قطاع غزة. بنادم الميت ملهوش رزق، خلاص اندفن تحت الأرض، احنا اندفننا احنا وحنا طيبين. مهمة خاصة الليلة 9:30 على شاشة العربية. أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا معلنة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصداً بشكل كبير؟ بعد 13 يوماً تحت الأنقاض، أنقذ فريق من قرغيزستان عائلة سورية في وسط مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي. العائلة مكونة من الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 12 عاماً والذي توفي لاحقاً رغم محاولات إنعاشه، فيما تلقى والداه العلاج في مشفى في ولاية أضنة. كما أفيد بانتشال جثتين من تحت الأنقاض، تعتقد السلطات أنهما أطفال لعائلة سورية أيضا. برضه. Evet.
Evet, çıkardılar. Çıkardılar elhamdülillah. İnşallah. ...295 saat sonra. Evet, bağlanmamış abi, dikkat edin, bağlanmamış. Bağlanmamış. Allah Allah. Allah Allah. Dikkat, açın arkadaşlar. Yavaş. أظهرت مقاطع فيديو حجم الدمار والأضرار الذي لحقت بمدينة جنديرس السورية بعد الزلزال المدمر. لم تتوقف المأساة التي عاشها السوريون أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، حيث لا يزالون يعيشون لحظات الخوف والأسى ما بعد الزلزال. ففي إدلب وجد نازحون سوريون ملاذا آمنا في مخيم مؤقت، حيث فضلوا البقاء فيه عوضا عن البيوت المتصدعة والتي قد تنهار في أي وقت جراء الهزات الارتدادية. هلا قاعدين بهالمخيم، ما في لا مأوى ولا في شيء، ما بنعرف وين نروح. ويعني إذا بنروح نستأجر خايفين يعني يصير هزات كتير، يعني مبارك صارت كل هزولة تانية، خايفين نروح نطلع من هيك. طلعنا من هالبيوتنا وبيوتنا جنب البيت اللي جنبنا وقع على جيراننا، ولحن بيتنا كله صدع كلياته. طلعنا من خوفنا، طلعنا لهون لهون، جينا قعدنا هون يعني قعدنا، وعلى عم نخاف كثير من هالرجات الارتدادية اللي عم تروح بتيجي. مبارح كانت في وحده جينا لهون مشان بيتنا تشقشقت الحيطان والسقوفه، وبيتنا طابق سابع، اولادي عم خافوا ما عاد احسن اقعد. جينا لهون الله يتزين الخير، اعطونا خيم وبركنا. بعد هالزلزال هزات ارتدادية يعني ما عاد الامن ظل بالبيوت، اكثر بيوت تفسخت، اكثر بيوت وقعت، يعني خوفا على الاطفال لقينا الخيم اسلم شيء الحمد لله رب العالمين. حذر الرئيس البولندي أندري دودا خلال لقائه مع شبكة سكاي نيوز من الوقت المحدود لدى حلفاء كييف لمواجهة تهديد روسيا، والتي تقول التقارير أنها بدأت الهجوم الجديد على أوكرانيا بالفعل. وقتنا محدود، الأمر الواقع هو أننا نتوقع هجوما روسيا في أي لحظة. سمعنا بالأمس في وسائل الإعلام أن الهجوم الروسي قد بدأ بالفعل. الحرب التي تحدث حاليا في أوكرانيا بسبب العدوان الروسي غير مسبوقة، لم نرى مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أخبرني بأنهم بحاجة لأنظمة دفاع جوي، أو بالأفضل نظام دفاع صاروخي أرض جو، وهو من الأساسيات التي نمتلكها اليوم. ولكن أوكرانيا ما زالت بالطبع بحاجة إلى المزيد من الدبابات الحديثة. زعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن مجموعة فاغنر العسكرية التي تقاتل في أوكرانيا تكبدت أكثر من 30,000 قتيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام. وأوضح أن 90% ممن لقوا حتفهم سجناء ومدانون. وأضاف كيربي أن فاغنر حققت مكاسب متزايدة داخل باخموت وحولها، لكن تلك المكاسب جاءت بتكلفة مدمرة لا يمكن تحملها وفق تعبيره، لكنه وصف أي نجاح محتمل للمجموعة في باخموت بالفاقد للقيمة الاستراتيجية.
هذا وكان قائد مجموعة فاغنر الروسية أعلن السيطرة على بلدة شمال مدينة باخموت التي تخوض حربا دموية منذ أشهر، وقال إن القوات أحكمت قبضتها على بارسكوفيكا بالرغم من صعوبات وصول الذخيرة والخسائر والمعارك الدامية على حد تعبيره. من كييف ينضم إلينا الدبلوماسي والمستشار السابق سيد فلاديمير تشوماكوف. سيد تشوماكوف أهلا بك. ما يمكن أن يقدمه الغرب تحديدا لأوكرانيا في هذا التوقيت؟ هناك مطالب كثيرة جدا، لكن ما يقدمه الغرب لأوكرانيا محدود فيما يتعلق بالأسلحة حتى الآن. هل يمكن بعد عام تحديدا يزداد هذه المساعدات الغربية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة من أوكرانيا. نعم، سؤالك أبرز جدا. لنتذكر بأن من بداية حرب أوكرانيا طلبت من غرب إغداق الأسلحة المتطورة ومنها الدبابات ومدرعات. أوكرانيا بدأت هذه عملية حصول على مدرعات ودبابات تقريبا بعد 11 شهرا. يعني على كل حال في أقرب الوقت أوكرانيا تحصل على دبابات ومدرعات ومعدات عسكرية ثقيلة أخرى لهجوم مضاد على جيش روسي في منطقة دنباس وفي جنوب أوكرانيا، ولكن بصراحة كل هذه المساعدة متأخرة جدا. كمان نحن نجد بأن روسيا تستعيد هجوم على أوكرانيا باستخدام الطائرات ومقاتلات، يعني حملة جديدة هدف أساسي هو تدمير أنظمة دفاع جوي أوكرانية. وبهذا السبب سيد زيلينسكي يطلب من غرب إغداق على الأنظمة دفاع جوي ومنها البطاريات الباتريوت. يعني كما نحن نشهد موجود معارك دموية للغاية في منطقة باخموت، ولكن على الرغم بأن روسيا حشدت هناك عدد ضخم من قواتها، موجود صمود قوات مسلحة أوكرانية ليس فقط في منطقة باخموت وكمان في منطقة أوديفكا، شاختيورسك، كوبيانسك، أين روسيا تهاجم على أوكرانيا أيضا في هذه الفترة. كمان من المعروف بأن روسيا تستعيد هجوم على أوكرانيا على جيش أوكراني في جنوب أوكرانيا في منطقة زاباريجيا. إن روسيا حشدت الآن عدد كبير من قواتها وكمان مجموعة فاغنر في مدينة ميليتوبل المحتلة. يعني للأسف الشديد في أقرب الوقت سوف تكون الصراع كمان في جنوب أوكرانيا بعد عام من الحرب، يعني أيام وسيكتمل هذا العام بشكل كامل. ما الذي في اعتقادك سيتغير في العام الجديد؟ تهدأ الأمور أم يكثف الروس من حربهم على أوكرانيا في هذه الفترة؟ أولا نحن نشهد بأن روسيا هي فشلت استراتيجيا هذا الحرب، وبهذا السبب يعني هدف أساسي عند روسيا كان احتلال مدينة كييف وتغير نظام في أوكرانيا، ولكن روسيا فشلت في هذا الشيء. الآن نحن نجد بأن روسيا تقلل أهدافها، وهدف أساسي هذا الاحتلال منطقة دونباس وخاصة مدينة باخموت. بالمناسبة روسيا تحارب على مدينة باخموت تقريبا 6 أشهر، ولكن هدف أساسي الآن عند روسيا كمان هذا استنزاف قوات مسلحة أوكرانية. جيش روسي هو غير كبير بمقارنة مع جيش روسي، وبهذا السبب أوكرانيا تحتاج في أقرب الوقت هجوم مضاد ناجح على قوات مسلحة روسية. وبهذا السبب كمان سيد زيلينسكي يطلب دبابات ثقيلة وخفيفة من غرب. كمان أوكرانيا طلبت من غرب مقاتلات F-16، ولكن بصراحة عندنا خيبة الأمل بأن أوكرانيا لن تحصل على هذه المقاتلات في أقرب الوقت. بأن تقديم لأوكرانيا هذه المقاتلات هذا أمر بعيد منال. أوكرانيا تحتاج هذه المقاتلات لدعم هجوم قوات مسلحة أوكرانية من جو، ولكن للأسف الشديد نحن لن نحصل في أقرب الوقت هذه المقاتلات. علاوة على هذا من الضروري تدريب الطائرين الأوكرانيين في أقرب الوقت باستخدام بنجاح هذه المقاتلات. هل خذلكم الغرب تشوماكوف؟ يعني هل الغرب خذلكم؟ يعني أعطاكم أمال كبيرة في بداية الحرب وفي النهاية لم يقدم لكم ما يمكن أن يجعلكم
تقاومون الروس؟ لنتذكر نعم من في بداية الحرب كان الضغط على أوكرانيا من اتحاد أوروبي حول بعض التنازلات لروسيا، ولكن السلطة الأوكرانية والشعب الأوكراني كان صمودا في هذا المجال، وبهذا السبب الآن أوكرانيا بالمناسبة هي حررت 60% الأراضي المحتلة التي روسيا احتلت من بداية الحرب، ولكن للأسف الشديد لتحرير هذه 40% سوف تحتاج للوقت، أنا أعتقد وقت طويل، وسوف تكون خسائر أرواح كبيرة من جانب أوكراني. كما قلت قبل، روسيا تحقق استنزاف جيش روسي، وبهذا السبب نحن نطلب من غرب إغداق الأسلحة المتطورة وتقديمها في أقرب الوقت. أشكرك فلاديمير تشوماكوف الدبلوماسي والمستشار السابق، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم. أهلا بكم. كان ولا يزال سكان ولاية جنوب كردفان في السودان شغوفين منذ عقود برياضة المصارعة التي تعتبر دليلا على القوة والشجاعة وبث الحماس والاستعداد لمواسم الحصاد والفرح. من هنا تبدأ استعداداتهم لعرض مميز في هذه الساحة بمدينة كادوغلي في ولاية جنوب كردفان، حيث جاء المتصارعون من كل مناطق جبال النوبة لرسم صورة ترى كل مكونات هذا المجتمع أنها جزء منها. المصارعة، أو كما يسميها أهل المنطقة الصراع، تراث قديم يعبر عن القوة والشجاعة وعن تعدد القبائل والعشائر. المصارعة دي حققت لنا أهداف كثيرة جدا جدا، يمكن الولاية دي كانت متصارعة، فيها ضرب، فيها ذخيرة، فيها موت. حسي حاليا الناس اللي شايفينهم بعينكم ديل ناس مشتركين، كلهم هم الاثنين موجودين، نوبة عرب موجودين، هم الاثنين حسي حاليا موجودين. المصارعون في الميدان لهم أهداف يرون أن هذا الإرث يحققها ويعبر عن طموحات إنسان المنطقة. الصورة ده تراث نين ما بنخلي، والصورة ده في النهاية نين دارين السلام ودارين شغل حقيق لنا السلام بس في جنوب كردفان. دور المرأة حاضر بالتشجيع والغناء والرقص وبث الحماسة بين المتنافسين. المصارعة هنا في كادوغلي تعبر عن إرث وثقافة كبيرة جدا، أهم فرحين الآن بعرض هذه الثقافة وهذا التراث. يستمر التعبير عن الفرح بعرض تراث قديم يتعلق بالرقص ويخصص لأيام الزواج. لما نجي رشاش بعد ما خلص طبعا شهرهم هكا الإرث واحد، بعد ما الناس أرسوا لما نيجي زمن التراث ده شهر السبعة ده الناس بملوا سبر ده ودوا القرصان بالربط وبالسكاسك زي ده وبمشي بالأبو. النحاس آلة إيقاعية تطرق بطريقة معينة ولمناسبات متعددة، تستنفر هذه الآلة الناس لحدث معين. يطرق النحاس في وفاة أحد أبناء المكت من الذكور بالتحديد، ويطرق النهاد في المناسبات العامة التي تخص الدولة. التراث الشعبي في جبال النوبة يعبر عن ثقافة عريقة، ويسعى المجتمع للمحافظة عليها وتحقيق السلام من خلالها. سالم الهاشمي، الحدث، ولاية جنوب كردفان. إلى العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقول إن الحوثيين يهددون باستهداف الملاحة في البحر الأحمر. الحدث، تلتقي ستة أقباط اختطفوا في ليبيا ويكشفون أن الميليشيات نقلتهم أكثر من مرة خلال الأسر. اتحاد الشغل التونسي خلال احتجاجات نقابية يؤكد أن السيادة الوطنية خط أحمر ويرفض أي تدخلات أجنبية. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنفتح بقية الملفات التي ستكون في الساعة الثانية.